هبدة إخبارية جديدة، معنا أخبار من سامسونج وأبل، تابعونا في تلك الهبدة. Let's go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هبدة إخبارية جديدة. متنساش قبل ما نستلسل في تلك الهبدة لايك العظيم يلي سبسكرايب المتين، وبعد كده فلتفعل النوتيفيكيشن بيل كي يأتيك منا كل جديد. متنساش تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي الفيسبوك بيج، ابقى اعمل لها فولو. خلص كل هذا الهبد وبعد كده يلا بينا تبدأ الهبد. زي ما قلنا كده في المقدمة عندنا أخبار من سامسونج ومن أبل. خلونا نبدأ بأخبار سامسونج. كنا اتكلمنا قبل كده في هبدة سابقة عن عودة الوحش أو النوت. طلع لكم فوق كده بخش خد فكرة عن تلك الهبد. كانت هبدة على السخان في السريع كده، وكان الموضوع كده كان عن براءة اختراع عاملاه سامسونج على جهاز فولدبل، وهيكون مدعوم بالإسبن، وهيكون في مكان للإسبن في الجهاز ده، والناس قالت ان غالبا هيبقى اسمه فليكس نوت. ولكن فوجئنا بتسريبات قوية جدا عن جهاز S22 Ultra، وهذه التسريبات برضو تخص الإسبن، خصوصا بعد ما نزل S21 Ultra كان مدعوم بالإسبن، لكن كانت القصة ان انت بتشتري الجالكسي S22 Ultra لوحده، وكنت بتشتري الإسبن لوحده وما كانش في مكان للبن، يعني كان في كده حالة من الاستياء الكبيرة من محبي سلسلة الجالكسي. يعني عايز تعمل حاجة حلوة كمل جيمك للآخر يا ريس. ويبدو أن شركة سامسونج أخذت هذا الاستياء العام بعين الاعتبار، وقررت أنها تصلح هذا العيب في السامسونج 22 Ultra. بالتسريب بيقول أن في احتمال كبير جدا أن السامسونج جالكسي S22 Ultra هيجي مدعوم بالإسبن مع فتحة خاصة بالإسبن، ولو ده حصل فعلا نقدر نقول ساعتها أن سامسونج قدرت توصل للتوليفة المضبوطة وعملت دمج مظبوط بين سلسلة الاس وسلسلة النوت. وفي اخويل ان ممكن اصلا يتعمل سلسلة جديدة خالص وتتسمى النوت 22 Ultra. عامة كل دي لسه تكهنات وكلها تسريبات غير موثوق فيها بنسبة كبيرة، لكن غدا لناظره قريب. عادة سلسلة الاس هتنزل في يناير 2022، فخلص كلها كام شهر وهنعرف ما مدى صحة تلك التسريبات. نيجي بقى لتاني خبر وبرضو خاص بالسامسونج وبرضو خاص بسلسلة الاس 22، لكن المرة دي مع الـ S22 Plus. عامة في بعض الصور كده نزلت مسربة للـ S22 Plus، لكن خلونا أسيبكم شوية كده مع هذا الفيديو التخيلي لتصميم الـ S22 Plus. يلا بينا نشوف. خلصت الفيديو اتفرجت عليه. انا عامة مش واقف قوي على التصميم لان التصميم قريب جدا جدا من الـ S21 Plus، لكن واقف عند الالوان. الالوان الصراحة كده من اول وهلة تديك طاقة ايجابية رهيبة، تشعر كده بالبهجة وانت بتتفرج على تلك الالوان.
وبمناسبة الطاقة الإيجابية تطلع لك برضو هبدة كده فوق، كنا بنتكلم فيها على الطاقة الإيجابية وكده، تبقى خش اتفرج عليها يمكن تاخد شوية طاقة إيجابية ولا حاجة. نيجي لآخر خبر في تلك الهبدة الإخبارية وهو بخصوص شركة أبل. الخبر بيقول إن شركة أبل قررت تدخل بقوة في سوق الأجهزة القابلة للطي، والتسريبات المتداولة بخصوص الموضوع ده بيقول إن شركة أبل تعتزم في خلال سنتين، يعني تقريباً على 2023 هيصدر منها أول جهاز قابل للطي. ولكن السؤال هنا، هل أبل هتستطيع بأجهزة الفولدبلز بتاعتها إنها تجاري الشركات اللي هي بقالها أكتر من سنة، يعني سبتها بحوالي 3 أو 4 سنين في عالم الفولدبلز زي سامسونج وزي شاومي مثلا، خصوصا إن بنسبة 90% أبل هتعتمد في الشاشات الفولدبلز بتاعتها على شركة سامسونج. لكن اعتدنا من أبل إن هي لما بتخش في حاجة وبتعملها بتتأخر فيها، لكن لما بتعملها يعني بتعملها بشكل كده متقن وبيكون غير. عامة هننتظر سنتين، يا ربنا يدينا ويديكم طول العمر، ونشوف اجهزه ابل القابله للطي دي نظامها ايه وسعرها ايه. وبكده نكون وصلنا لنهايه تلك الهبده الاخباريه. ما تنساش لو عجبتك تلك الهبده لايك سبسكرايب نوتيفيكيشن بيل، وتنزل تحت على ال ايه تنزل تحت في الديسكربشن هتلاقي الفيسبوك بيج، ابقى اعمل لها فولو. وما تنساش ان اللايك بتاع سعادتك هو دعما لهذه القناة، وهو ده اللي بيدي الواحد بعض الامل انه يكمل في هذا الهبد اللي هو بيعمله. يلا ونراكم في هبدات قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.